اخوتي اخواتاتي. انا مرات هاد السيد اللي مشلول جواد الخطابي، احنا من مدينة بني ملال، كنسكنوا في قصر غزافات، في عمره 43 عام، ومرض هاد المرض وتخلات عليه العائلة ديالو والوالدين ديالو الله يرحمهم، خوتو تخلاو عليه والمرا ديالو وبنياتو تخلاو عليه تا هما، لاحتو المرا فاش مرض، لاحتو المرا عنده معاها 3 البنات، وحدة عندها 18 وحدة عندها 16 وحدة عندها 14، ما تيطلوش عليه نهائيا، ما كيفكروش فيه، وهو راه مريض. راكم خوتو واحد في مكناس واحد في الجديدة، ملي مشى عندهم ما قبلوهش، جا مسكين تلاح في الخيرية مبادرة، تلاح تما دعاتني الضرورة أنني أنا مطلقة، دعاتني الضرورة دعقني الكرم مشيت لهذيك الخيرية تا أنا، من تما صدقنا تزوجنا، زوجنا الله سبحانه وتعالى، وهانا أنا وياه الحمد لله، حنا راضين بهذا المرض، عنده المرض ديالو ما دايرهش مزيان، عنده داك المرض في المخيخ، عنده باه الله يرحمه كان مات به هذا المرض، ودابا كان خدام، كان خضار، كان كيبيع الديسير، كان بصحيحته، كان بالبليصه ديالو في السويقه ديال داي وداكشي كلشي، وملي مرض راه الغالب الله راه ما بقات عنده حتى شي حاجه، كانت عنده واحد البقعه حتى هي باعها باش يتعالج، الفلوس باش كان راه انت ما يتعالج بهم، وراه الغالب الله راه ما عندوش هاد المرض، ما عندوش لا عمليه جراحيه لا والو، غير الدويان غاليين بزاف، وكيحتاج اخويا حتى 20 25 هكاك في الشهر وكتر. النمرة التليفون ديالنا 07 21 77 31 12. الله والدين الله يجازيكم بخير، المحسنين المحسنات، الله يرحم الوالدين.